في حلو انه واحد منهم عم ينضرب. ايه يضربه مو مثقله الطفل. في واحد منهم عم يلاحق سيارة نهاد؟ لا معلمي. كويس. المعلم وين؟ لا تحكي معي مزعلك. ألو معلم وين أنت؟ شو في بباتي؟ نهاد قدر يهرب. بعرف هالشي. ليكني عم لاحو. تعال شوف. أنت عم تحرس الباب الخلفي؟ إيه معلم. طيب شو اسمك؟ عدنان. عدنان مين حطك هني؟ المعلم ميماتي. إذا تركت محل حراستك شو بيعمل لك ميماتي؟ يمكن يشهيني الموت. طيب وإذا أنا طلبت منك تترك المكان حتى لو هالشي موتك؟ ما عم بفهم معلم. نهاد رح يهرب من المستشفى. لما بتشوفه ترك محلك فورا وخليه يهرب براحته. وما تخاف أنا رح ألحقه. ما فهمت معلم، بس أنا ما برفض لك طلب. برافو. لا تفهم، بتقدر تروح هلأ. لا هلأ ما فهمت قصدك. ميماتي أنا يلي سمحت لنهاد يهرب، بس هو ما بيعرف هالشي. أنت طلع من المستشفى بدون ما تحسس حدا. ماشي معلم. بدي اياكم تاخذوا سيارتي. خفف شوي على مهلك. السيد نجدة تستلم المهمة من هون. حلو، هلا بيودونا لعند زازا مثل الحلوين. ما توقعت يطلع قلبك قوي كل هالقد يا سيد نهاد. عبيت عيني قبل ما تموت. خفف يا ابني، خليهم يسبونا مرة تانية. اركض سراج اركض، بلكي قدرت تسبق عزرائيل هاي المرة. معلمي الله وكيلك، هلا عرفت. اصلا ما في حدا غير بيقدر يعرف. ها لحق عزرائيل لكان. دور معلم. والله هالمسحة بترعبني كتير، طول بالك علي شوي. عم بسمعك سراج. معلم أنا هيك ما بقدر أحكي بالمرة، في مجال تبعده؟ ها وهي راح عزرائيل. معلم بالأربعة وعشرين ساعة الماضية أنا روحت من عمري 24 سنة، يعني لازم تتركني أتصرف لحالي. سراج معلمي هنن رح يجيبوا واحد من الكبار على العدلية، ورح يكون جديد موجود هنيك. أي عدلية؟ معلم هدول كبار الدولة، عكم عدلية بيروحوا يعني؟ برافو حبيبي سراج، هذا أهم شغل بتعمله بحياتك، حلال عليك. على راسي. تعال
بتعرف؟ حاجة سراج، هلأ ما عاد في معنى لحياتك، صار فيك تقول الله يرحمني. علمي؟ قلت لك قبل هالمزح بيخوفني. أنا أعطيتك 24 ساعة زيادة يا ابني، وهلأ إذا ما قتلتك بأرضك بكون رجعت بكلمتي. شفتني يا ابني شي مرة رجعت بكلمتي؟ لا ما ترجعت. صح. معلم روق، شو عم تعمل معلم؟ معلم أرجوك. هون صف على اليمين. افتح زبور الإسعاف وحاول تكسر على الباص. ولوين هلا؟ لعند أول مقبرة يا عابد. جوهر موجود بالباص هلا، وزازا بده يدفي النهاد معه. جوهر، شوف مين اللي إجا لعنا. تفرج، الكلب اللي قتلك إجا لعندك. قوم جيب له عظمة. قوم. أنا ما قتلت الأخ جوهر، بس إذا هالشغلة بتخلص بموتي أنا جاهز. في حدا بالإسعاف، الله يثفيه ويعافيه. آمين آمين آمين. نجدة، هذا ما كان عقل هيك. شو اللي صار له هلأ؟ على الأغلب أثرت فيه القتلة خالي. تمام، فهمنا أنك قبضاي وبتتحمل منيح. بدك تحكي لنا ولا لسه معند؟ إذا منضل عم نضربك للصبح ما راح تحكي على هالحالة. بيقولوا عن الكلب إله لسان طويل، ما؟ نجدات، افتح لي تمه لهالحيوان لشوف لسانه طويل ولا قصير. آه
شو عم تقول؟ دا 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 ما عم افهم. عملناها. أنا فرط. رح تقتله؟ أنت متوضي؟ في محل بالباص تتوضى فيه ها؟ خالي؟ أنا عم أقول لحالي خلينا نبقى هون لحد ما يخلص رمضان. أنت ليش بدك أنا نضل؟ خالي نحن هلأ على سفر وليس على المسافر من حرف. يعني بحق لنا ناكل ومو مثكلة، يعني فينا ندبر حالنا بالنومة، والواحد لازم يتأقلم شوي. ابني أنت من شو الله خلقك؟ شو عم تخبص؟ ها؟ يعني أنت ما فيك تحكم دوزن؟ أستغفر الله العظيم. تضرب مثلاً؟ ألو؟ معلم شو عم يعملوا هدول؟ جابوا لي هاد على مقر زازا مثل ما توقعت. أي مقر هاد؟ هلأ عرفت ليش ما كنا عم نلاقي زازا. طلع الأخ عايش بالشارع. شو عم تستنى معلم؟ أكيد هلأ بيعوصوه. لا يا ميماتي، أنا بعرف لوين بدهم يروحوا. أنت بس خليك وراي، ناوي أقرب أكتر.